على مدار 113 عاماً ومنذ تاريخ تأسيسه، لم يكن نادي الزمالك قلعة بارزة في الرياضة المصرية والعربية والإفريقية فحسب، بل كان مسرحاً مميزاً لعرض العديد من الفنون والثقافات المختلفة واحتواء عدد كبير من نجوم الفن والثقافة. الزمالك لم يغفل دوره في الجانب الفني والثقافي على مدار تاريخه، بل كان من أوائل الأندية المصرية الذين اهتموا باحتضان الندوات والصالونات الثقافية داخل مقره، واستضافة الكثير من العروض الفنية كعروض الموسيقى العربية ومسرح الأطفال وإقامة حفلات غنائية لكبار نجوم الطرب المصري والعربي الأصيل. وكشف العديد من نجوم الثقافة والفن عن مدى انتمائهم وعشقهم للزمالك واعتباره نموذجا حيا ومثالا يقتدى به بين الأندية المصرية في احتواء الجانب الفني والأدبي والثقافي منذ نشأته. ويأتي الأديب الراحل نجيب محفوظ على رأس قائمة عريضة من عشاق نادي الزمالك من قبل نجوم الثقافة والفن في مصر، والتي تضم أسماء لامعة عديدة أبرزها الفنان الراحل محمود المليجي والكوميديان الراحل إسماعيل ياسين، وأشهر من قام بدور المعلم في تاريخ السينما المصرية الفنان الراحل محمد رضا، كذلك نور الشريف وميرفت أمين ودلال عبد العزيز. وتطول القائمة لتشهد عدد لا حصر له من نجوم الفن والثقافة في مصر والوطن العربي المنتمين بشدة للنادي الأبيض، في مقدمتهم أمير الغناء العربي هاني شاكر والكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب والمطرب الراحل محمد رشدي والمطرب مدحت صالح والعالم الراحل أحمد زويل والكاتب والمؤلف والشاعر دكتور مدحت العدل وشقيقه المنتج الكبير جمال العدل والشقيق الأكبر الراحل الفنان سامي العدل والروائي عمر طاهر. ويتزعم المطرب الراحل فريد الأطرش قائمة نجوم الطرب الأصيل من الأجيال السابقة العاشقة للكيان الزملكاوي، حيث كان دائم الحضور لمباريات فريق الكرة بالنادي من قلب المدرجات، بالإضافة إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأساتذة الكوميديا في السينما المصرية عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس، فضلا عن النجوم صلاح ذو الفقار وأحمد مظهر وأحمد رمزي وصلاح عبد الله وعزة أبو عوف وماجد المصري وحسن حسني ومجدة وأحمد السقا ومحمد هنيدي وأشرف زكي. كما اشتهر الفنان الراحل شكري سرحان بتعصبه الشديد في حب الزمالك، فعند سؤاله في لقاء تلفزيوني سابق عن الانتماء الكروي لنجله أجاب: ليس من الممكن أن ينام في بيتي شخصا لا ينتمي للزمالك. ابن حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ مفيش حد يبات في بيتي إلا إذا كان زملكاوي. كما سكن الزمالك في قلوب وعقول عدة نجوم أخرى للفن والثقافة في مصر، أمثال فتى الشاشة الأول رشدي أباظة والنجم اللامع أحمد عز وإمبراطور السينما المصرية الراحل أحمد زكي والفنانة الغنائية سميرة سعيد والمطرب محمد محيي، كذلك محمد الحلو ومحمود العسيلي وشيرين رضا والراحل عامر منيب. الزمالك كان ولا زال وسيظل قلعة رياضية عريقة في مصر والوطن العربي، تحتضن أصحاب الذوق الراقي والرفيع في عالم الفن والثقافة، وتحتوي وتساند المواهب العربية بمختلف أشكالها.